اللي سال الطرف الاول غنعطيه 200 درهم. 200 درهم. انا غادي نتهلاو في العزاوي ديال بصح. ديال بصح. شنو؟ اوكي السلام عليكم زازلوس. أبردون. مرحبا بكم في قناة العزاوي. فاميلي. فيديو جديد. تحدي جديد. على بركة الله بوم بوم بوم. بوم. واجدين. واجدين. بطبيعة الحال فيكم الجوع. فينا الجوع. ودابا خصنا نتغداو. أكيد. ولكن كل واحد والحظ ديالو باش غيتغدا. كما كتشوفوا هنا كاين 4 ديال البطاقات، البطاقة رقم 3 فتحي شوفي شنو فيها. شوفوا 3 شنو فيها. الراية ديالها سي يونس. إيطاليا. إذا اللي جاتو الراية ديال إيطاليا غادي يتغدى الغدا ديالاش. إيطالي. هاك الغدا ديال إيطاليا. فهمتوا؟ يلا نشوفوا البطاقة الثانية عاوتاني شنو فيها. 4. هذا رقم 4 فيها نعامة سيدي الراية ديالاش. تركيا. تركيا. اللي جات تركيا غياكل الاكل التركي. تركي. وغنديه لواحد المطعم ناضي. زعما. دابا كل واحد باش يتغدى. بطبيعة الحال خلي هادو حتى تكتشفوهم. مفاجأة. صافي دابا اش غنديرو باش غنعرفو كل واحد فين غيتغدى. غنديرو النرد. اوكي مزيان. هو اللي غيحدد فاش غنتغدى. واجدين. واجدين. يونس بغيتي تتغدى في ايطاليا ولا تركيا؟ تركيا. تركيا. نشوفوا الزهر ديالك. شكون غيفدا؟ انا. يونس. يلا نشوفوا شمن رقم غتجيب فينا تتغدى. رقم 3 نشوف شنو فيها. نشوف شنو فيها. 3 زيد زيد نسي. ايطاليا. يونس غيتغدى الغدا ديال ايطاليا. يلا تشوف شنو هو الغدا ديال. واش عارفوا ولا ما عارفوش؟ عارفوا. يلا تمشي تغدى به. يلا يلا يلا. او يا سلام. بطبيعه الحال راكم عارفين اشهر وجبه في ايطاليا هي شنو؟ هي البيتزا. البيتزا. نبداو بالبيتزا رقم 1. اختار يونس اليمين ولا اليسار. يلا اختار اليمين ولا اليسار. هذه. يلا نبداو بهذه الاولى. ديما اليمين. او هذه ديال هشام. شفتي ليه؟ مارغريتا. فرماج نعم سيدي. قالها باللغه ديالو. مارغريتا. لو بيتزا لو بيتزا. اوكي يونس يلا عاد تقول لنا كي جاتك البيتزا ديال مارغريتا. شوف 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 كيقلبها. شوف القطاع بغي يخشي في وجهه. واش هذا بنادم هذا؟ كنقول انا من طالع هذا البرا وجهه. لباا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 ا
الله يرحم عليك انت يا صافي هما يكتبوا في الكومونتيرات ابتسام ولا العزاوي. يونس كي جاتك مارغريتا المذاق بنين زوين هو هذا واش بغيتكش شوف دار لي هذه سلايك ديسليك علاش ما عجبتكش مارغريتا هو كياكل البيتزا بكاع الانواع ديالها دابا باغي يدوق هذه داكشي علاش انا راه عقلت ليه خطر يونس باغي هذه دابا حتى يدوق هذه وعاد نشوفوا ديك الساعه ايه دابا غادي يفتح الثانيه باش نشوفوا شنو فيها الداخل ديال الطون واقيلا في ايطاليا ما كيديروش بيتزا ديال الطون انا هذيك واحده ديالنا هذيك ديالنا هذه اخترعوها المغاربه اخوتي شوف 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 هذاك القطاع ايها الوحش هذا راه وحش واو راه قلت لك كيشبه لك راه غيشوفوا الطاليان غيهربوا سير اصلا هاد البيتزا اخوتي عا على قد العال ماشي بحال ديال ايطاليا ولكن حتى هي بنينه كنضربوا فيها ديال كنضربوا الطاليان ما عندهمش مناظر ما عندهمش مناظر ما كيشربوش معاهم عندهم عصير ديال القرعه بغيتيه اه عارف شنو هي القرعه انت اوكي كما كتشوف يونس اخوتي كيضرب وانا بغيت ندير واحد التحدي ما بين ابتسام وما بين هشام سير جلس بلاصتي يونس سير 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 سيرفي 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 نوض نوض خليهم يديروا التحدي نوض نوض التحدي هو كل واحد عنده طرف غنشوف شكون اللي غيساليه بالزربه اوكي صافي راه انت بغيتي هذه ديال مارغريتا لا لا باش ديال الطون ديال الطون اوكي ها انا عاوتاني هي هزات ديال الطون اخوتي هي هزات الطون اخوتي هو هز ديال مارغريتا ديال الفرماج سهله في الماكله واقيله ولا شنو ما عرفتش انا كتعجبني هاك كتعجبك كتعجبو اوكي يلا عرفتي شنو نديرو دابا غنحسب لكم ثلاثة اللي سال الطرف الاول غنعطيه 200 درهم 200 درهم سير يلا سير واحد جوج ثلاثة يلا سير سير واه يلا هشام زربات عليك فين هي البيتزا فين هي راه قلت لك طالع عليك راه قلت لك هذا كيشبه ليك البيتزا ابتسام شنو خليتي فيها وحلات ليه مسكين وحلات ليه وعرفتي راه ما يمكنش اخوتي ضرب 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 باش تهبط ليه ضرب حقق الحلم ديالك دابا النوبه ديال شكون هشام بطبيعه الحال يونس كي جاتك البيتزا عجبتك بزاف تبرعتي وراه هي اشهر وحده في ايطاليا اشهر اكله في ايطاليا بطبيعه الحال دابا غنعطيو النرد للسي هشام ونشوفوا الحظ ديالها شنو غيعطيه سير 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 واو اربعه شنو فيها نسيت اربعه 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 تركيا تركيا هشام غيتبرع ديال بصح حيت اخوتي جاتو تركيا وانا موجد ليه كيما قلت لكم مطعم ناضي تركي ويلي 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 عاوتاني جينا لكابادوكيا كابادوكيا هي واحد البلاصه فين كاينه كاينه في تركيا وهذا المطعم شنو فيه
فين الاكل التركي؟ انا عاوتاني المهم ما تعجبتك هذيك تصور لها فراسك شنو التركي ما مشيناش لهاد البلاصه ديال المنطقه صراحه هي اللي بقات هي غنمشيو ليها غنمشيو غديو معنا يوس ايه انت لا خويا لا انت غتطلع فوق واحد من هادو راه غطيحهم شي تما في الطياره اوكي دابا هشام الموني قدامك اختار اللي بغيتي صافي تهلا فراسك شوف اغلى حاجه دومونديها ما تخليش بوزيه خذ اللي بغيتي شوف تما هاد الكلمه فشكاله الصاط كباب ما عمرك شفتها ولكن الكلمه اللي حداها كباب عنتاب اه صراحه هذيك ما عمرنيش شفتها كباب عنتاب دابا ما كاينش تصور اذا غتختار انت وزهرك شاد الكلمه حتى هي يا شي طاو تركيا صاحبي ماشي اول مره صاحبي غادي نشوف المهم شوف عندك كباب دجاج كباب ميكس باينه اجني حد دجاج مشاوي ميكس دابا هادي غيكون فيها كلشي وفيها كيلو مشكله بغيتي كيلو ديال اللحم خذ كيلو ديال اللحم يلا واش حال دايره خذ انا بغيتي خذ راحتك لا 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 ما كيعجبكش ولكن كيلو صاحبي بزاف عاد شنو شوف كنشوف هاد الكيلو انا قلتها لك قلت لي خذو كامل خويا هاد الميكس براسو ياخذ اللي بغا هاد الميكس في كيبان لها فيها كلشي مشاوي ميكس اوكي وانت ما عارفكاش شنو فيها ما عرفتش راه ميكس فيها كلشي ديك ميكس يعني فيها بزاف ديال التوشيه شوف داكشي اللي غتحط لك هنا خصك تاكلو بوحدك بوحدي شوف الطيح ديك مشاوي ميكس مشات وي غيضو مونديف في الاكل التركي او في المطعم التركي مشاوي ميكس في شام صدام بالفلا اللي قدامه بزاف ويلي ويلي عاوتاني المهم غنشوفوا حاجه بحال بحال الكنزه الصاشا شي شوف سير سير فتح كنزه كنزه اوه سربرايز ناضي ولا ماشي ناضي زوين ولا ماشي زوين اش بان لك بزاف هادشي واعر الصوت شوف حنا ما عارفينش كاع شنو هادشي ابتسام غتقول لنا شنو هادشي نقول لكم شنو كاين تما كاين اول حاجه كاين الخيار كاين الخيار مقطع شرائح سلاطه بسلو مطيشه سلاطه زيت شنو اخر هذا خز مخلل واعر خز مخلل هادي زوينه واعر خز مخلل يلا زيت شنو كاين هادو هما المشاوي ميكس كاين لدان لدان والكفته كفته ديال الحم عشيه كاين لدان الكفته زيت وهذاك والله ما كنعرفها كنجي كناكلو كنمشي وكاين هذاك الرز ها هو الرز وكاين برغلز ولا هذا ما عرفت شنو عنده واحد السميه راه كاين المهم هو تركي تركي برغل ماشي برغلز ولا برغل ما عرفت السميه هي 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 برغل اللي عرف سميتو يكتبها في الكومنتير هذه لاصوص البصل شويه ها انت يلا باش غتبدا السي هشام باش غتبدا السي هشام يونس قالتي قلتي باغي تدوق معاه سير حدايا يلا سير حدا عجبتك سير حدا يونس خوتي راه جاب معاه البيتزا ديالو حتى لهنا سير شاش بغا يدير ما تقولش فيها بيت كات ساندويتش هاد الشيء يديروه هنا جمعوا دقه واحده لا لا دوق حاجه بحاجه يلا ورينا شنو اول حاجه غتاخذ اول حاجه هاد الثلاثه هادو انا ناخذ هذا ندوق بعد هذا الدجاج واقيلا الدجاج اه سير سير لا دانت ولا الدجاج قول لينا واش دانت تبان لك لا دان هربان ولا شنو يونس اشنو بغيتي تدوق هنا شنو بغيتي زيد ها هز 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 شو السكان هذاك خليه يضب راسو شاليك ما عندنا ندير الراحه يلا سير عضي ينص عاد شي عضه عاد شي عضه كبيره عاد شي عضه شو دير ليه ويلي ويلي وحش مشاليك اخويا الطرف كامل مشاليك عندي ما ندير لك حطو تما حطو تما ما تقدرش تاكلو عجبك ما عضي عندك هذا عاد ثاني شنو هذاك ما عرفت انا كنتحداك هشام هذه بصله مشويه كنتحداك تاكلها انا نعطيك 500 درهم الا حيتيها كامله في بصله شويه داوني كلها واحد غتاكل هذه البصله كامله انا كل كاد بصله كامله واحد زوج ثلاثه سير يا اش ثاني تحداه زوينه والله مشويه راه قبيله خسرتي في التحدي ديال البيتزا سبقاتك ابتسام دابا التحدي ديال اكل هذا المشوي هذا هاد الطرف كامل الا كليتيه في اقل من 40 ثانيه 30 ثانيه هذا 30 ثانيه خصك تاكل هذا كامل ثقيل وعامر غير يلا شحم يلا 30 ثانيه واحد جوج ثلاثه بدا يلا سير نشوف واش يقدر يسالي هذا كامل في 30 ثانيه ولا لا علي هشام علي ويلي ويلي عاودي عاودي ديك اللقطه خلطوا خوتي بهذا العجب هذا يا سلام تبان لي دازت 10 ثواني هشام باقي شحال باقي 20 يوم اخوتي شدوا المناضه هذيك المناضه ما كايناش في ايطاليا انت غشاش كنتي معاه في تركيا وش واش دار واش دار او يا سلام تسعه والراحه والله الا سعدات الصاد بقات لك اربعه ثواني واحد جوج ثلاثه اربعه او ربحتي ربحتي التحدي ومن الداخل حار حار ايه هذاك حار هذاك وكما كتشوفوا السي هشام راه ما قدرش يسالي البلا ديالو حيت اخوتي عامر ديال الصح وعاوناه فيه واخا قلت حنا ما قدرناش نساليو وشنو البلان عطاونا هذا الشاي اخوتي اول مره هشام غيدوق الشاي التركي يا سلام شوف لك هشام شم الريحه ديالو بعدا شم الريحه اوه
شكل يلا دير ليه السكر نعم سيدي وخلط حيت هو راه تيكون مسوس ومعلي وشو داكشي بالكيسان التركيه داكشي التركي اليوم عشتي الجو التركي ياك يلا سير خلط مزيان شنو غدير خلط خص ضروري يدوز داك السكر يلا ذوق دابا ملينا كيجاك الشاي التركي السي هشام يلا سير اش كتسنى واحد زوج سخون اول مره ذوق شوف شوف هذه هي الدقه عندكم في بلادكم قاصح ياك لا مسوس خاصه شويه السكر زيدو زيدو اول ديالي انا نزيدو السكر حيت صراحه انا كيجيني مسوس هذا الشيء التركي كنكثر فيه السكر ديك الساعه فاش كنا في تركيا باش يلاه كنقدر نشربو ابتسام كتشربو مسوس هكا يلا سير غريب مسوس يلا ضرب سير في ضرب ضرب زيد زيد هذيك الديشان شبالك دابا ما عجبك ما بين ما شكال صاد بحال كتشرب بشي مشروب ديال الطاقه تقدر وسخ تضرب فيه كل صباح واه السطر يوليو دايرين شفتي يونس كيحرك باقيين جوج ديال البطاقات نقول لكم واحد البلان وحده راه زوينه وحده خايبه ويلي غنقول لك شفت رقم واحد لا رقم جوج صافي اوكي صافي حيت انا اللي قديتهم اخوتي عارف بلا وحده فيهم اللي جات فيه غياك الماكله عيانه اخوتي مقارنه مع الماكله اللي كلا هشام ومع البيتزا اللي كلا يونس تفرعوا اخوتي راه لي راه النرد هاك النرد راه النرد راه النرد يا ربي نجيب رقم واحد هي اللي فيها داك الشيء ناضي رقم 4 دازت ياك محسوبه اش دابا شوف 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 واحد 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 اش فيها واحد يا ربي شوفي ديك اللي قال خايبه واحد فيها الاكل ديال امريكا امريكا الاكل ديال امريكا ولا نقصينا اللي هو البرجر برجر باش معروف امريكان وكان برجر زوين واش بقى في الاخر بقات واحد الحاجه حتى تشوف فيها حتى تشوف ماري دابا شنو نظام السي العزاوي انا نرتاح وانتم تنظموا انت غترتاح هنا حنا غنظموا داكشي اللي فنان غنثق فيكم بغيت برجر كبير برجر ما تخافش صافي اكبر برجر كاين هنا في ماكدونالدز اكبر برجر يعني غادي ندير يلا سير انت شنو البلان غادي نتهلاو في العزاوي ديال بصح ديال بصح انا نوريكم شنو غادي ناخذوا ليه سير شوف غادي نديرو سيغ بلاص ياك سيغ بلاص غادي نمشيو البرجر هشام هشام هابي ميل بغينا ندو ليه هابي ميل ضحكوا عليه نسيت هابي ميل حنا قشاو قلنا ليه غناخذ لك برجر كبير انا قلت زعما ناخذ ليه برجر بعقله لا 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 غناخذ ليه هابي ميل غنوري الدراري صغار نشدو فيه واش حنايا داكشي ديما داكشي اللي كيدير لينا خطير سير سوموندي هذاك فوتي في خير ناري غادي شوف غادي فانتا دير لي فانتا دو لي سيدي عليه نطلزع عليه لا 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 دير لي فانتا دير يلا فانتا اسبانيا هابي ميل دير لي لعبه دير لي لعبه العار دير البنات دير البنات خصو عليه زيد لعبه البنات صافي بركه بركه صافي نوري العزاوي دينا ليه هابي ميل خاصك كنبان دابا شي برجر كبير مضخم دابا ابتسام واش ماشي حشوم عليكم دوندون ليا هذا دوندون لك هابي ميل كنتي كتسنى شي برجر ها طلعتو عليا ودابا انا ربحت بالضبط ماكدو باش ناخذ برجر كبير وجبتوا لي هذا ديال الدراري وفرتك واحد الحاجه هشام كان بغى دوندون ليك واحد البرجر كبير وانا نقول يا شريف دابا هذا شنو شنو فيه لعبه دابا شوف ها فيه لعبه لعبه مفاجاه لعبه ديال القرد دابا انا قرد دابا انا قرد ضحكنا عليك ما بلانش هذا والله ما بلانش ضحكنا عليك ضحكنا عليك اش دير ربحت انا بطاقه امريكا زعما باش ناخذ برجر كبير ايوا صافي برجر برجر ديال ماريو ابتسام وبرجر برجر ابراهيم صافي والحاجه الوحيده اللي بان لي زوينه هي هذه المناضه ولكن للاسف ولكن صغيره علاش لا ولا 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 علاش درتيها وشيتينا صافي غير غادي تساليها ايوا واش غنديروا ليك صافي 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 ما يبقاش فيك الحال ما يبقاش فيك الحال دغيا سالات الخ دابا شوف داك البرجر داك البرجر خاصك تطحنو كامل تاكلو دابا هذا هو الفريت اللي كناكل الان هذا هو الفريت شويه الكوك ديال الفريت ماشي حتى فريت العزاوي دابا التحدي اللي عندك هو انك غتضرب داك البرجر والفريت اقل من 30 ثانيه 30 ثانيه خصني ناكل فيها هادشي كامل اقل من 30 ثانيه ايه راه ما يمكنش ابتسام هاد البرجر واخا شتي راه ما هذا اقل خليني غنتمتع بها ابتسام الا قبيله هشام مسكين زربتي ليه على داكشي 30 ثانيه حتى 30 ثانيه غضرب فيها برجر وفريت وموناضه حتى موناضه كنا سكتي يونس واش غتعاوني في هادشي ناكلوه في 30 ثانيه وهذاك التحدي ديالك بوحدك برافو يونس برافو لا هو بيتزا يلا هشام واحد جوج ثلاثه طوب كرونه يلا سير بقات في العضه بقات في الوقت 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 هشام رق معنا البال عافاك خصك 30 ثانيه قول لي يحبس علي علي العزاوي ينس شجع باباك شجع بابا لا وي علي العزاوي ولي 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 شحال بقات فيه شحال بقات فيه جميمه 10 ثواني ابراهيم سير بقاتك 20 ثانيه العزاوي بقاتك 20 ثانيه 20 ثانيه
ناري فراسك غتوحل لك غتوحل لك غتموت غتموت يا ويلك راه عندك الزاد مالك المناضه كدوز بها اصافي اشتري فاشتري انشوف شوف حبس 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 نقدر نشوف شوف شنو غادي ندير ثاني يا صاحبي ما ربحتيش العزاوي ما ربحتيش وحلتو عليا وجيب لي برجر صغير نكملو لك ديما ربحتوش نكملو لك دقيقه فقصتو ياك فقصناك مسكين صافي صافي السلام دابا ابتسام اخيرا غتشوف شمن بلد غتاكل الماكله ديالها ناري ومع خلعتيني قبيله مخلوعه شنو غادي يجي واش مخلوعه وييز ومدا عرفتي علاش جبتك للدار علاش حيت ديك الوجبه اللي كاينه في هذه البطاقه هذه اولا الوجبه ديال هذا البلد اللي في هذه البطاقه غطيبها غير في الدار ياك قلبتوني داكشي خليتوني للاخرى يلا واحد جوج ثلاثه شنو اليابان 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 ولكن السوشي انا غطيب السوشي شمن السوشي السوشي راه غالي ولكن هادشي اليابان كيكل السوشي وري شنو غطيب هشام اجي اجي شنو هانتي دابا تشوف شنو غطيب وايدي على النودلز اندومي بما اننا ما كاينش النودلز ياباني ولا الحار ولا سميتو نقضيو غرض باندومي اندومي تاعي محسوبه ديال الشيوا عندك انا عام سيدي 3 دقائق قبل ما طيب خصك توجد لنا شي بلان هادي باش باندومي يلا دابا التحدي ديالي هو انني نوجد البلان وغتاكلي انت حبيبي مالنا حشوم عليكم انا عاوتاني اندومي ها هي كطيب والبيض علاش البيض بجسم وقلتي ديال شي اكله اه وصافي بغينا نزوقو به زعما مسكينه كنشوفهم كيديروا عندهم الاندومي قال ديباني ما البيض وما عندكش قلبتوني والله والله عاوتاني البلا يا سلام هادشي واعر ابتسام نيها نيها ما تلاقيش دوك العواد قلت على شي عواد ديال الشواب ما خوتي قلت انا غادي تدستون في هذا البلا هذا قدام التلفازه وتجبد وتفرج معاه داكشي اللي غندير اول حاجه هو انك غتعشى غتغداي زعما غير باندومي اندومي ثاني حاجه هو ان هذه خمسه العشيه والله الا طلع عليك حيت من ماكدو البلاصه ديال كابادوكيا وداكشي كلتيها بالجوع سير سير بداي بداي بسم الله بسم الله قلنا كي جات اندومي مع البيض سير شوف هضر معايا بالشويه نيتو لان تشون تشون اونيتشيوا اتاشيوا برايم تنس مامي سوان بالصحه والراحه المهم حد هنا كنتمنى يكون عجبكم الفيديو والفكره ديالو ديروا البيض هما يلا ضربوا البيض بالصحه والراحه ما تنساوش لايك اشتركوا في قناتي وعلى الجرس باش يوصلكم جديد جديد شفتي حلو فصل